ما حكم تقصير اللحية بمقدار قبضة اليد؟ وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو أحدا من أصحابه؟ أبدا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أحد من أصحابه، بل إن الرسول قال أعفوا اللحى، وفروا وفروا اللحى، أرسلوا اللحى. والقص ضد التوفير وضد الإرسال. وأما أنه يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا ورد في حديث لكنه ضعيف لا يحتج به، والأحاديث الصحيحة تدل على وجوب توفير اللحية وعدم التعرض لها بقص ولا نتف ولا حلق. نعم.